الله يقول: هل قتل النفس أو ما يسمى بالانتحار هل هو كفر أصغر؟ كبيرة من كبائر الذنوب ومتوعد بالنار. من قتل نفسه بسم فسمه في يده يتحساه في نار جهنم، من قتل نفسه بحديدة فحديدته بيده يتوجأ بها في نار جهنم، من قتل نفسه بالتردي من جبل فهو يتردى في نار جهنم، فهو متوعد. ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا. لا يجوز للإنسان أن يقتل نفسه. نفسك ما هي ملك لك، ملك لله سبحانه وتعالى، والنفس لا تستباح إلا بما أباح الله، القصاص، قتال الكفار المشركين. أما نفس مؤمنة فلا يجوز لأحد أن يتعدى عليها بغير حق. لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس يعني القصاص، والتارك لدينه المفارق للجماعة. نعم.